ما في شعور بيجرحك في حياتك وبيضايق بحياتك وممكن يستنزف كل طاقتك زي شعور الندم. شعور الندم شباب شعور خطير. يا ريتني عملت، يا ريتني حكيت، يا ريتني دورت، يا ريتني بحثت، لأنه خلاص مر الوقت انتهى الموضوع. وجيب كل الناس بالعالم الناجحة اللي كانت على فراش الموت، ابدأهم بستيف جوبز، ولا واحد فيهم قال لك يا ريتني قعدت في المكتب أكثر، يا ريتني عملت فلوس أكثر، يا ريتني اشتريت سيارات أحلى. هتسمع كل الكلام is about experiences. يا ريتني سافرت أكثر، يا ريتني كان عندي شغف أكثر، يا ريتني حبيت أكثر. It's all about كل الموضوع experiences، مش عن الممتلكات. إحنا مش روبوتات. وفي ناس إنه شو جاي تحكي لي، بس إحنا عايشين هيك، نصحى نفس الطريقة بننام، نفس الطريقة بنصحى، نفس السيارة، نفس كل إشي، نفس المكان، نفس الناس. ما بقولك غير حياتك كلها، بس بقولك دخل على حياتك شغلات جديدة. أنت مسؤول عن هذا الموضوع. شو حالتك النفسية اليوم؟ شو حالتك النفسية امبارح؟ مين عمره أخذ قراراته معصب؟ مين ندمان على هاي القرارات أكتر من اللي رفعه أول مرة؟ لأنك كنت معصب والمي عم تغلي، المي بتغلي، هل بتشوف انعكاسك فيها؟ المي بتغلي، مستحيل تشوف انعكاسك فيها، هذا مش أنت أصلاً. تغلي لعنه وكسر ودمر وفنش وطلق وسوي لأنك أنت حالتك النفسية بتغلي تغلي. أما لما المي تهدى بتشوف انعكاسك في وضوح، بتقدر تأخذ قرارات. مين فهم علي شباب؟ لما نعيش إحنا بهاي الدنيا عارفين نتحكم بهذا الموضوع الصح بإذن الله، حياتك كلها حتتغير، لأنك أنت حتتحكم 80-90% من الوقت أنك تكون الإنسان اللي أنت تتمنى تكونه. مين نفسه يتحكم بحالته النفسية؟ احلم يا أخي، احلم احلم احلم. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك من سائر المخلوقات هذا الإبداع، هذه الشغلة الرهيبة انك انت تحلم. بعض الناس حتى الحلم حسوا كتير عليه. الاخوين رايت لما قالوا بدنا نخترع اول طيارة ونحلق فيها في الهواء صاروا يضحكوا عليهم، شو هالمجانين هدول. الكاتبة الروائية رولينج تبعت هاري بوتر ضحكوا عليها 29 ناشر وقالوا له شو هالهبل هذا وشو هالكتاب اللي ما يمشي. باعت 450 مليون نسخة، ما عارف كم صارت بايعة لهلأ، واول شخص على وجه الارض بيكسب مليار دولار من خلال كتابة كتاب. كانوا يضحكوا عليها. العداء البريطاني روجر بانستر لما قال لهم أنا بدي أقطع ميل واحد في أقل من 4 دقائق في الخمسينات ضحكوا عليه، قالوا له أنت مجنون، مستحيل البشر يقدر يعملها. بال 1954 عملها بثلاث دقائق و59 ثانية وأربع أجزاء من الثانية ودخل التاريخ، وبعدها 50,000 واحد صار يقطعوا بأقل من 4 دقائق بسهولة. ضحكوا على ألكسندر جراهام بيل لما حكى لهم بدي أعمل التليفون وبدي أمسك سلك وأحكي مع الناس بالطرف الآخر، صار يضحكوا عليه الناس. ضحكوا الناس على باراك اوباما لما قالهم بدي اصير رئيس امريكا، قالوا له انت اسود، شو انت ما في هالشغلات هاي لنا احنا، يضحكوا عليه. شوف الاهبل، شوف المجنون. كثير في احلام الناس كانت تضحك عليها. روبن شارما بيقول شغله رائعه، اذا لم يضحك الناس على احلامك فاعلم ان احلامك ليست كبيره بما فيه الكفايه. تخيل، يقول غاندي اولا يتجاهلونك ثم يضحكون عليك ثم يقاتلونك ثم تفوز. لا تنقص ولا تتفه من احلامك عشان اي انسان، احلم احلم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى عطاك هاي الميزة لسبب، عشان تحلم وتوصل. وما وصلت البشرية للي وصلت هلأ إلا بسبب الناس اللي حلمت وحلمت أحلام كبيرة، وإن شاء الله تكون أنت منهم. ما في شعور بيجرحك في حياتك وبيضايق بحياتك وممكن يستنزف كل طاقتك زي شعور الندم. شعور الندم شباب شعور خطير. يا ريتني عملت، يا ريتني حكيت، يا ريتني دورت، يا ريتني بحثت، لأنه خلاص مر الوقت انتهى الموضوع. وجيب كل الناس بالعالم الناجحة اللي كانت على فراش الموت، ابدأهم بستيف جوبز، ولا واحد فيهم قال لك يا ريتني قعدت في المكتب أكثر، يا ريتني عملت فلوس أكثر، يا ريتني اشتريت سيارات أحلى. هتسمع كل الكلام is about experiences. يا ريتني سافرت أكثر، يا ريتني كان عندي شغف أكثر، يا ريتني حبيت أكتر. It's all about كل الموضوع experiences، مش عن الممتلكات. إحنا مش روبوتات. وفي ناس إنه شو جاي تحكي لي، بس إحنا عايشين هيك،
نصحى نفس الطريقة بننام، نفس الطريقة بنصحى، نفس السيارة، نفس كل إشي، نفس المكان، نفس الناس. ما بقول لك غير حياتك كلها، بس بقول لك دخل على حياتك شغلات جديدة. أنت مسؤول عن هذا الموضوع. احلم يا أخي، احلم احلم احلم. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك من سائر المخلوقات هذا الإبداع، هذه الشغل الرهيب أنك أنت تحلم. بعض الناس حتى الحلم حسوا كتير عليه. الأخوين رايت لما قالوا بدنا نخترع أول طيارة ونحلق فيها في الهواء صاروا يضحكوا عليهم، شو هالمجانين هدول. الكاتب الروائية رولينج تبعت هاري بوتر ضحكوا عليها 29 ناشر وقالوا له شو هالهبل هذا وشو هالكتاب اللي ما يمشي. باعت 450 مليون نسخة، ما عارف كم صارت بايعة لهلأ، وأول شخص على وجه الأرض بيكسب مليار دولار من خلال كتابة كتاب. كانوا يضحكوا عليها. العداء البريطاني روجر بانستر لما قالهم أنا بدي أقطع ميل واحد في أقل من 4 دقائق في الخمسينات ضحكوا عليه قالوا له أنت مجنون، مستحيل البشر يقدر يعملها. بال 1954 عملها بـ3 دقائق و59 ثانية و4 أجزاء من الثانية.